اهلا بكم معانا بالفاصل دلوقتي بقى من اهم الفقرات الحقيقه وهو احنا هنتكلم في موضوع انا ابتديت بيه الحلقه عن الافكار السلبيه اللي علينا احنا دلوقتي في وقت الحقيقه التقلبات فيه كتير والتغيرات فيه كتير ومأثره علينا وعلى نفسيتنا ومخلينا كل يوم نصحى نفكر هنعمل ايه هنعمل ايه دلوقتي هنعمل ايه بعدين وطول الوقت نفكر في المستقبل وقلقانين فازاي نعرف نتحكم في افكارنا السلبيه دي بل بالعكس نقدر نغير واقعنا ونفكر بإيجابية أكتر إحنا معانا النهاردة عبد الرحمن عبد الله معلم في إيقاظ الوعي أهلا بيك نورني أهلا بيك يا سالي وبكل مشاهدين الحقيقة إحنا محتاجين منك النهاردة آه طبعا إحنا فهمنا قبل كده موضوع إن قد إيه المخ مبرمج على السلبيات يعني غصب عننا بنفكر في سلبيات صح ولكن محتاجين منك بقى إزاي نقدر نخرج من ده من سجن الافكار السلبيه بتكنيكس سهله وبسيطه نقدر نعملها بحيث ان احنا نغير من ده تماما كل ما من الانسان مننا لسه غافل عشان كده قلنا ايقاظ الوعي لسه غافل لسه بعيد عن الوعي كل ما من الانسان مننا يا سالي بيبقى بيفتكر ان الجسم وان البيئه والواقع المادي فلوس عربيه شغل علاقات بيفتكر ان دي الحقيقه وعشان كده في سجن بيفتكر ان انا عشان ابقى لازم جسم يبقى عشان ابقى لازم العربية او الفلوس او العلاقة تبقى عشان ابقى لازم الشغل يبقى عشان ابقى لازم ابقى متحكم في البيئة من حواليا الانسان مننا نصين زي ما قلنا قبل كده جسم ونص التاني روح الجسم يفنى ليه بداية وليه نهاية اتولدت بالجسم ده في سن مع... في يوم معين في يوم وشهر وسنه معينه والجسم ده هيسيب الارض في يوم معين في شهر معين في سنه معينه ايا كان قعدت على الارض يوم او قعدت على الارض مئة سنه في الاخر الجسم يفنى ليه بدايه وليه نهايه صح. فلو انا الجسم ده بس يبقى كل ما يصيب الجسم من حاجات كويسه هيساعدني على البقاء وكل ما يصيب الجسم من اذى حد عورني حد وجعني عملت حادث فاتبطر جزء من جسمي يبقى انا اصبحت مهدد بقائي ينتهي لان الجسم هيفنى لما حد بيعاملني كويس هبقى لما حد بيعاملني وحش ببقى مهدد صح. فالانسان اللي بيفكر بالطريقه دي هو انسان غافل هو انسان لم يحيا بعد دي حياه بتخليك سجن عايش في سجن زي الحيوان بالظبط ايه الفرق بينك وبين الحيوان اللي هو طول ما جسمه موجود هو موجود وطول ما جسمه بينتهي هو مش موجود الانسان في شيء اخر في وعي وعي يعني في نور الله في روح في نفخه ربانيه مقدسه موجوده من قبل وجود الجسم ده كلنا عارفين ان جسمنا مش هو البدايه في روح نفخت في الجسم فالروح دي موجوده من عالم قبل الجسم ولما الجسم ده هينتهي في يوم معين الروح دي هتكمل رحلتها فهي باقيه بعد انتهاء الجسم اذا وقت الجسم ده وقت مؤقت, مؤقت اللي احنا عايشين فيه على الارض انا من كام يوم حصل معايا موقف ممكن يبقى يسهل الفكره عارفه لما الواحد فينا بيركب عربيه جديده والعربيه دي بيبقى شويه مرتبط بيها ويبدا يحس ان هو ايه اتشيفد سمثينج حقق حاجه وبعد كده العربيه دي بياخد باله منها محدش يلمعها محدش انا خلاص اتحت بالعربيه دي انا موجود من قبل العربيه على فكره بعد كده بقى معايا العربيه بعدين العربية دي في يوم من الأيام هسيبها وهكمل أنا مثلا عشان أجي النهارده كنت في البيت ركبت العربية خدت مشوار سبت العربية ودخلت المكان ده أنا موجود من قبل مركب العربية وموجود بعد ما نزلت من العربية <applause> بس الفترة اللي أنا فيها راكب العربية كتير مننا بيحصل له الإحساس ده إنه من كتر ما اتعود عليها حصل اتحاد بيني وبين العربية، صدقت إن أنا العربية، لدرجة إن العربية ما بتاخد مطب انا بقول اي <تصفيق> 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 لو حد وانا ماشي بالعربيه وانا ماشي بالعربية قرب مني بيكسر عليا انا حاسس انه بيكسر على عبد الرحمن مش بيكسر على العربيه لو عربيه حصل لها حاجه بحس ان قلبي اتوجع كاني قلبي هو العربيه فانا صدقت ان انا العربيه من كتر الغفله صدقت ان انا عربيه فلما يحصل حاجه كانها بتحصل لي انا اي تهديد على العربيه كانوا بيهدد عبد الرحمن فده بيخليني عايش في رحلتي في الطريق من اول بيت لحد ما جيت لك عايش في شقاء عايش في افكار سلبيه طول الطريق شايف العربيات حواليا بتهددني مم. طول الطريق حواليا شايف ان المطبات بتهددني النقر في الطريق بتهددني التحويلات بتهددني وكل شويه بشتكي من الطريق بشتكي من اللي عملوا الطريق بشتكي من اللي علموا الناس السواقه بشتكي من الناس اللي واخدين درايفنج لايسنس واخدين رخصه قياده وهم لا يستطيعوا ان يقودوا العربيه بامان من حته لحته انا طول الوقت بشتكي لإن أنا العربية واللي بيصيب العربية بيصيبني. ده مثال صغير طبعا بدل إيه الحياة. تعالى بقى نكبر الموضوع ده، أنا روح موجودة من قبل الجسم ده. نزلت في الجسم ده، عايش في الجسم ده، وفي يوم من الأيام هسيب الجسم ده وهروح وهكمل حياتي لعالم آخر أوسع من الجسم ده فأنا باقي. مم. اللي عايش في الجسم ده يا سالي وصدق إن هو الجسم ده كل حاجة حواليه أصبحت تهديد ثريت. الأسعار عالية تهديد. الأسعار نزي تهديد. اللي في فيروس كورونا تهديد. الفيروس عالجناه. طب بس هيحصل إيه بعديه؟ تهديد. فأنا طول الوقت مهدد. كل شيء بيحصل حواليا بيهددني. كل شيء قالق منامي. أنا مش قادر أبطل أفكار سلبية لأن الجسم ده أنا عايز أحافظ عليه. زي ما كنت عايز أحافظ على العربية من شوية. م. عايز أحافظ عليه. الحقيقة إنه خروجنا الأكمل الأتم من أي تفكير سلبي إني أخرج من الغفلة إن أنا الجسم ده مزنوق في الحياة دي وأصدق إني أنتمي لعالم أوسع عالم بدأت فيه الرحلة مع الله عايش الرحلة دي جوه الجسم ده مع الله وسأترك الجسم ده ومكمل مع الله هو اللي خلق البداية وأنا معاه في الحياة دي معاه بعد ما أسيب أنا مع الله فطول ما أنا مع الله ومكمل بغض النظر بيحصل إيه للجسم ده انا هسوق الطريق بقى بشكل مختلف خالص تخيل نازل العربيه ركبت العربيه وجاي من في الطريق ركزوا بقى من هنا ركزوا من هنا عشان هي دي النقطه بقى اللي عايز يوصل له. انا بقى ركبت العربيه دلوقتي ونازم البيت واخد شاور وحاطط برفيوم ومبسوط ومرتاح ومشغل مزيكا في العربيه ومشغل حاجه بحب اسمعها وراكب في الطريق اي حاجه بتحصل في العربيه ما بتحصليش لدرجه ان حتى العربيه كلها لو كل اربع كاوتشات جم على الارض انا هنزل واسيب العربيه وأقول لها في امان الله واخد اوبر مم. هكمل انا تمام العربيه مش انا الجسم مش انا اللي بيحصل في الظروف اللي حواليا مش انا ماشي وبالتالي وبالتالي, وبالتالي 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 يعني. عشان عشان اقدر اخش بقى على التكنيكس وبالتالي الانسان مننا ايه اللي بيخليه مش قادر يوصل لحاله الاسترخاء وحاله الاتساع في الحياه اني على طول مزنوق في الحته المحدوده دي اللي هي الجسم او العربيه ومصدق ان دي الحياه كلها مصدق ان هو ده اللي انا مزنوق فيه ده انا انا ده, ده بس الانسان اكتر وقت بيجي له افكار سلبيه لما بيحس ما عندوش تشويس ما عندوش اختيار م. انا مزنوق لما اقول لك الكرسي ده مع كتر ما هو مريح ما عندكش اختيار هتقعدي عليه العمر كله انت مزنوقه فيه اول حاجه هتفكري فيه هخش حمام ازاي هروح ازاي هتحرك ازاي اشوف ولادي ازاي طب اروح مشاويري ازاي طب هتعلم ازاي طب هعمل هلعب الجيم ازاي مجرد فكره انك مزنوقه على الكرسي ده فجر في دماغك كل الافكار السلبيه اللي هي مزنوقه في الحياه تقصد بالظبط كده زنقه الحياه ولكن في حاجه بقى عايزه اوضحها لو احنا مثلا فكرنا فعلا توسعنا بفكرنا وفهمنا اللي ورا ده كله برضو ده يعني ممكن الواحد يتحكم في حياته هو بالشكل ده ان هو لا هو مش بس جوه عربيه لا هي الحياه ابعد من كده، لكن الواحد بيفكر مثلا انا عندي ولاد لازم اكلهم، انا عندي زوجه لازم اديها كل شهر فلوس، انا عندي بيت لازم ادفع ايجاره، انا عندي انا عندي عندي، حاجات دي بقى ازاي الواحد يتحكم فيها عشان ما يتاثرش بشكل سلبي ولكن بعد الفاصل يلا بينا ورجعنا لموضوعنا مع عبد الرحمن وهو احنا فهمنا كده دلوقتي ان احنا في رحلة رحلة ولكن اساسها الله وهتنتهي وقلقنا كله بيتمحور في الرحلة دي اللي هي زي ما وصفها عربية ولكن احنا عندنا مسؤوليات تانية زي ما قلنا يا عبد الرحمن يعني عندنا أولادنا اه عندنا اه الايجار عندنا حاجات كتيرة قوي لازم نفكر لها ونلاقي لها حلول وبتخلينا طول الوقت مشغولين في دايره مزنوئين القلق مزنوقين في, دا... في دايره القلق عشان غيرنا برضو مش مزنوئ. نفسنا بس نعمل ايه بقى عشان نخرج من دايره القلق اللي مش هتجيب لنا فايده اصلا احنا هي بالعكس ممكن تمرض برافو ايه عليك. الحل مش ممكن ده اكيد بتمرض لا لا على طول احد اهم اسباب الامراض النفسيه القلق الفكره فين الفكره ان انا كاب او كزوج او انتي كام وكزوجه لما بتقولي انا عايزه اعتمد على الفاني على العربية على الجسم ده على عقلي على أفكاري على مشاعري إن أنا هرزق العيال دول سؤال إيه في حياتك حقيقي تحت تحكمك وتقدري تحلفي اني مية في المية أنا مسيطرة على البند ده من حياتي أو على ده من حياتي ديني حاجة واحدة أنت مية في المية الحاجة دي تماما تحت تحكمك مستحيل هتخرج سنة يمين أو سنة شمال عن عن ارادتك ما اعتقدش ان في حاجه إن لان حتى الناس اللي مثلا هجيب مثال محوشه وعامله وبعدين الناس تقول لا روحوا اشتروا ذهب لا روحوا اشتروا مش عارفه برضو اسعار الذهب عند ربنا تطلع وتنزل اللي راح اشترى لا الذهب نزل فجاه كله عند ربنا اللي عامل نفسه ذكي والله بيستذكى انا دلوقتي بقى هلحق بقى قيمه الفلوس دي واجيب رزق اكتر لا بيفتكر والله فاكر ده لكن في الاخر كله عند ربنا ولا حاجة واحدة تحت تحكمك لا في الظروف الخارجية ولا بني أدمين تانيين تقدر تتحكمي فيهم ولا حتى جسمك دقات قلبك نفسك لما حد يبقى قاعد بيتكلم معايا مره واحده يجيله بانيك اتاك يجيله حاله حالات نوبه الذعر هو مش قادر يوقف قلبه مش قادر يوقف عقله فمفيش حاجه حقيقيه تحت تحكمك اول سبب من اسباب قلقك على رزقك وعلى عيالك انك فاكر انك صاحب حول وقوه انك مسيطر إنك فعال لما تريد. فاكر إن الجسم ده والعقل ده والمشاعر ده مدد وافر تقدر تعمل بيه اللي أنت عايزه وتتحكم فيه في اللي أنت عايزه وده وهم. فعشان كده ليك مهم أقول لك إن أنا أصلاً جاي من روح وعايش بالروح ومكمل بالروح عشان الأول أول أول شيء محتاج تعرفه لنفسك وتقوله لنفسك وتكرره صبح وليل بس من معنى قلبي وأنت متذوقه وأنت متذوقه وحاسه وعايشه انه حقيقة انا ما عنديش حول، الحول لله. انا ما عنديش قوة، القوة لله. انا ما عنديش تحكم، التحكم الأبدي هو القهار الله. انا ما عنديش قدرة على اني اوفر لاولادي حاجة المدد من الله، الرزاق الله. فطول ما انا بخرج من زنقتي في الكرسي، زنقتي في البدلة، زنقتي في العربية، زنقتي في الجسم، واخرج للنص التاني اللي فيا الروح الموصوله بالله هبدا اولا اطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب اولا هاطمئن ثانيا وانت مطمئن هيجي لك حلول وانت مطمئن هيجي لك فتح وانت مطمئن هيجي لك حد يخبط على بابك ويقولك اعمل كده ما تعملش كده دلوقتي وانت مطمئن هيجي لك منام يرشدك وانت مطمئن هيجي فك الزنقه هيجي لك سكك سكك تتفتح قدامك كم واحد فينا وده كل حد فينا بس انا بقول اهو كم واحد فينا كم واحد منكم وهو في حياته الدنيا مزنوقه منه قال ماليش مخرج ماليش مهرب انا لابس في حيط. this is the end هذه هي النهايه. كم واحد فيكم وصل للحيطه السد دي؟ وكم مره لما وصلت للحيطه السد دي وقلت انا ماليش حول ماليش قوه انا لا اعلم انا خلاص سلمت نمر انا رفعت الرايه البيضاء جالك باب اتفتح من حيث لا تدري ولا تحتسب شيء روحاني اتفتح شيء من حته بعيد عن ايديك فقلقك وسيطرتك ورغبتك في السيطره على مقاليد الامور على عيالك على رزقهم على الاقساط على الايجارات هذا القلق جاي من حته ضيقه جدا مزنوقه جدا ما غير مزيد من القلق ومزيد من الزنقه وتبدا بعد ما كنت بتشتكي مره بتشتكي مرتين لحد ما بتشتكي كل يوم وتضيق الارض عليك بما رحبت ولكن في حاجة مهمة جدا مش معنى الكلام ده ان احنا نسيبها بقى ونقول كله على الله كله على الله كله على الله لا, لا احنا لازم نسعى ونشتغل ونعمل اللي علينا صح؟ أنا مختلف معاكي طب قولي في نوعين من العمل م. العمل اللي جاي من أنا مسيطر فأنا لازم أعمل حاجة أنا لازم أسوق أنا لازم أدبر لأن أنا المدبر أنا الرزاق أنا المسؤول أنا 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 أنا, أنا, أنا. أنا دلوقتي عايش في الأنا وما بين ان انا ابقى في الحته الاوسع، الحته الروحانيه اللي فيها انا مطمئن لاني موصول بالله مخزن ومصدر كل النعم وكل خزائن الرحمه وخزائن الفلوس وخزائن الذهب وخزائن الصحه وكل وخ... الخزائن، انا هنا. لما انا بقيت مو... موصول بالمصدر ده وتذكرته وافتكرته وبقيت واعي بقيت واعي هيحصل ايه؟ هيحصل انه من هنا هيبدا يجي لي الهام اعمل ايه؟ فالعمل بيجي بعد الالهام انا مش هعمل انا قاعد بتصل بهذا الوعي اتصل بهذا المدد اتصل بهذه الروح ولما اتصل بيجي لي ارشاد اعمل ايه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما كانوا بيحصل لهم شيء يهمهم من امور الدنيا كان بيعمل ايه كان بيروح يصلي الصلاه عباره عن ده مش عمل مش حاجه عشان ادبر اكل عيالي انا بروح للحته الروحيه اتغذى منها غالبا مع السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم غالبا مع انتهاء الصلاه غالبا هيجي لك رساله هيجي لك شيء هيجي لك سكه تتفتح طيب معلش هت... توضيحا هت... بس لحظه بس مم. الناس اللي في ثقافات ومذاهب تانية بلاقيهم عندهم التامل فكره اصل فكره الصلاه اصلا هدفها الخشوع انك تخشى يعني ايه تخشى يعني ايه يعني حركاتك اللي متحركه توصل لحاله السكون فمعنى الخشوع في الصلاة انك جسمك بيتحرك بس انت من جواك ساكن انت من جواك لا تعمل فالخشوع اذا كنت بتوصله عن طريق الصلاة او عن طريق التأمل بيقولوا دايما الانسان السوي عشان يقدر يكون سوي في الحياة المليئة بالضغوطات دي بيحتاج عشرين دقيقة في اليوم تأمل او خشوع عن طريق الصلاة او التأمل او اي ممارسة او اليوجا او اي ممارسة بتخليك عندك سكون بيحتاج 20 دقيقة في اليوم ولكن اذا كنت مضغوطا وكنت مشغول بحاجات كتير وراك انت محتاج تتامل ساعتين كل ما تبقى مضغوط ده. اكتر كل ما تحتاج تلجا للجانب الروحاني اكتر كل ما حياتك كويسه وسهله محتاج تروح حته قليله انت كل ما تبقى مضغوط اكتر مش محتاج, محتاج محتاج انك تعمل اكتر كل ما تبقى مضغوط اكتر محتاج تسلم اكتر وتروح الحته الروحيه لان فيها هيجي لك الفتح هيجي لك البصيره هيجي لك الرزق هيجي لك مدد هيجي لك تنوير هيجيلك لك اشاره هيجي لك طبطبه كتير مننا محتاج طبطبه الفتره دي ايوه كتير مننا محتاج ده هيجي لك ده فلما يجيلك لك ده تقدر ترجع تتصرف بعد ما اخذت المدد زي بالظبط العربيه العربيه بنزينها بيقل لو قعدت تدوس بنزين كتير انت بتضر نفسك انت محتاج تدور على اول محطه بنزين تقف وتوقف المحرك وتحط بنزين تشحن وترجع تكمل طريقك الوقفه دي انت بتفتكرها تعطيل بس من غيرها مش عارف تكمل صح الوقفه دي هي فعشان كده اول نصيحه أو اول تكنيك بقى هو التامل انصح كل انسان لم يمارس التامل ان يمارس التامل ودلوقتي الحمد لله اليوتيوب مليان فري مديتيشنز تاملات مجانيه بالنص ساعه وبالساعه وبالساعتين كل يوم انا ما كنتش بنام زمان غير على التامل وانا طالب في الجامعه كان عندي ارق بقعد ثلاث سنين اقعد افرك في السرير مش عارف انام من كتر ما دماغي افكار سلبيه كل حته التامل بدا يساعدني ثم بدا يساعد غيري ثم دلوقتي تب... انا على القناه عندي على اليوتيوب حاطط تاملات كتير عشان الناس تسمع وتبدا تستخدمها قبل ما تنام او, أو ما تصحى النوم تقدر تتحرك في حياتك وانت موصول بحته روحيه الصلاه بخشوع مش مهم الصلاه بخشوع تدخل وانت ساكن ممارسه ال... اليوجا كل هذه الممارسات اللي بتساعد على الخشوع ده اول شيء علشان البيئه اللي حواليا ما تضغطش عليا فتخليني ضحيه وقاعد بشتكي. سبحان الله سبحان الله ان الصلاه خمس للأسف مرات للأسف, للاسف للاسف وصلنا للنهايه ولكن زي ما قلت الصلاه سبحان الله خمس خمس مرات عشان تطلعنا من دايره الحياه الفرمانه دي فخمس مرات في اليوم نصلي فيها خشوع لو, لو خمس دقائق, دقائق بس جدا. خمس دقائق خشوع خمس دقائق وتركيز لان احنا انا من من أنا, انا فعلا كنت بمارس كده بالظبط قبل ما ادخل قبل ما اقول الله اكبر انا ببقى فعلا الموضوع اللي شغلني ايه؟ موضوع علاقتي بالانسانه دي حطه هنا، موضوع ايه؟ موضوع مع البنك حطه هنا الموضوع ده موضوع مع القسط حطه هنا اهو، الموضوع ده مع ابني والمدرسه حطه هنا، حط كل حاجه بره انا داخل فاضي داخل بقول الله اكبر صح هي الله اكبر الله القوة الروحية أكبر من البيئة القوة الروحية أكبر من الديون القوة الروحية أكبر من مشكلتي مع مراتي القوة الروحية أكبر من مشكلتي مع ابني القوة الروحية أكبر من كل حاجة الله أكبر خمس دقايق أنت بتاخد مدد الله أكبر هيساعدوك أنك تكمل شوية كام ساعة وانت في حتة أحسن أو التأمل أو اليوجا أو أي ممارسة فيها بتقدر تروح فيها الحتة الروحية اللي فيها الله أكبر هذا المدد أكبر بكتير من كل هذه الاوهام. بشكرك جدا جدا نورتني النهارده، معلومات مهمه قوي، طبعا احنا بنحاول دايما نعمل اللي علينا ونسعى وزي ما قلنا هو الله ورجوعنا اليه هو اللي هيساعدنا في كل خطوات حياتنا والصلاه والخشوع يوميا يفصلونا عن الحياه ودايره الحياه الصعبه دي وهتدينا الفتح ان شاء الله والافكار اللي تساعدنا للحاجه الاحسن والحلول ان شاء الله. نورتني بشكرك أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا جدا اتفرجوا على الاعاده تاني واتفرجوا على الحلقه لما تنزل على السوشيال ميديا ضروري عشان هيقع منكم معلومات ضروري لازم تتفرجوا تاني اشوفكم بكره على خير على هوا ان شاء الله باي باي